بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري العظيم، إنه في تمام الثانية ظهراً وفي الوقت الذي أعلنت فيه القوات المسلحة المصرية عبورها التاريخي الخالد إلى الشاطئ الشرقي من قناة السويس، تهنئ شركة كامت للصوتيات والمرئيات الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعلن عن انطلاق البث التجريبي لخريطة برامجها الإذاعية في محطات مترو الأنفاق. السيدات والسادة، خالص التحيات لحضراتكم جميعاً. في بداية هذا البث سيكون أملنا تحقيق رضاكم وتقديم معلومات مفيدة تجعل رحلتكم في المترو إيجابية وممتعة بشكل أكثر. تتنوع برامجنا بين الشكل الاجتماعي والتاريخي والرياضي والثقافي والترفيهي، ونلقي مزيداً من الضوء على الهوية المصرية وتراثها الفولكلوري المتنوع، كما نهتم بطلاب الجامعات وربات البيوت والأطفال والعمال والموظفين، ونقدم لهم برامج متنوعة، ونحتفي بالألوان الفنية المختلفة والفرق الفنية الشابة والإبداعات المعاصرة. ونظراً لتزامن انطلاقنا مع احتفال الدولة المصرية بحرب استرداد الأرض والكرامة في 6 أكتوبر لعام 73، فقد صغنا حلقات برامجنا بشكل استثنائي ليناسب هذه الذكرى الخالدة في نفوس الشعب المصري، موضحين البطولات التي حققتها قواتنا المسلحة المصرية في هذا العبور التاريخي وبطولات الشعب المصري المكافح أيضاً. نلتزم مع حضراتكم بالاستماع إلى آرائكم وتقديم ما تحبونه والبحث عما تحتاجون إليه من معلومات وتقديمها في شكل جذاب. كل عام ومصر قوية ومنتصرة وعزيزة. كل عام وحضراتكم بخير. راديو كامت، محطة على المحطة.